أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، ورد عن علي رضي الله عنه فيما صح أنه قال: لو كان الدين بالعقل لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره. الدين دين الله، استوعبناه أو لم نستوعبه هو من عند الله تبارك وتعالى، فهو الحكيم العليم، هو الذي سبحانه وتعالى يضع كل شيء في نصابه، هو الذي حكمته في كل صغيرة وكبيرة تبدت لنا أم خفت عنا. الدين دين الله، العقل فيه إنما هو اتباع، العقل كل العقل أن تقول إن الله قد أنزله وهو الذي خلقني ويعلم مصلحتي، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن كان الخالق هو الذي خلقني ويعلم مصلحتي فهو أعلم بالشيء الذي يأمر به وهو أعلم بالشيء الذي ينهى عنه. وشريعته تبارك وتعالى هي شرعة ومنهاج ودستور جاء من عنده، لا دخل للعواطف فيه، لا دخل للظنون، لا دخل للقلوب، لا دخل لأي شيء، بل هي شرعة من عند الله أعجبتنا أو لم تعجبنا. لذلك كان الامتحان والاختبار في سورة النساء يتلى إلى يوم القيامة على رؤوس الخلائق إلى أن يصعد كتاب الله وينزع من القلوب ومن المصاحف. ف
فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هؤلاء الذين يدعون الإيمان ويدعون التقوى ويدعون الصدق ويدعون ويدعون، لا، فلا وربك، ويقسم الله بنفسه سبحانه وتعالى، ويقسم بالرب الذي نتعبده بأفعاله من خلق وإمادة وإحياء وقبض وبسط وتصرف في كل صغيرة وكبيرة. فلا وربك، ليعلم الناس أن هذا الخالق هو الذي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ولأنه خالق كل شيء فهو أعلم بكل شيء، أعلم بكل صغيرة وكبيرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هو عالم بأحوالنا ومآلنا، لذلك كان العقل في اتباع الأوامر والنواهي وفي عرض كل صغيرة وكبيرة على الشرع لا على القلب والعواطف. فلا وربك المتصرف في الأمور لا يؤمنون وإن ادعوا الإيمان، وإن قالوا أننا نؤمن بالله وبرسوله فلا وربك لا يؤمنون. هذا زعم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأن من الناس من بسبب عواطفه يجد من أحكام الله حرجا، لأنها تخالف هواه، لأنها تخالف عاطفته، لأنها تخالف تقاليده وعاداته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولا يكفي التحكيم، بل لا بد وأن لا يقع الحرج في نفوسنا إن خالف الحكم الشرعي هوى عندنا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يكفي أن تطبق شرع الله، ولا يكفي أن تمتثل لشرع الله لأنه شرع تطبقه ولو كان مخالفا لما في نفسك، بل لا بد أن تحبه وتهواه وتتمناه وترضى به وتسلم له وتخضع خضوعا كاملا قلبيا وجوارحيا ولسانيا، وتحمد الله على أن الحكم الشرعي هذا هو كذلك، أعجبك أم لم يعجبك. ولذلك لا بد يا عباد الله من أن نلقي العواطف جانبا في ديننا. إنما نراه في بلاد العالم الإسلامي اليوم، في العراق وفي فلسطين وفي الجزائر وفي المغرب، من همجية وبربرية وحشية وأذى وخروج على شرع الله في قتل الناس وتفجيرهم وإيذائهم، إنما هو مخالف لشرع الله تبارك وتعالى، مخالف لكتاب الله، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالف لهدي أصحاب رسول الله، مخالف لتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ولو أن العاطفة قد تأخذنا حينا وتلعب بنا. لذلك كان ولا بد من الحديث عن هذا لسببين: قد لا يكون، قد لا يوجد فينا واحد قد يفعل مثل ما فعل هؤلاء، كانوا من يكونون من تفجير وقتل وهتك للأعراض وإيذاء للصغار والكبار والنساء ومن لا علاقة له بسياسة ولا بحكومة ولا بشيء. قد لا نعتقد ما يعتقده هؤلاء الذين فعلوا ذلك،
لكننا قد نقع في مصيبة أخرى، تنزل العقوبة من الله تبارك وتعالى علينا بسببها، مع أننا لم نضع أيدينا في مثل ذلك ولم نقترب منه. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وجاءه ذو الخويصرة وقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، وهو أول خروج على حاكم مسلم في التاريخ، نقصد الإسلام الذي بعث به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل الرسل قد بعثوا بالإسلام. خرج على نصوص الشرع، وليست المسألة خروجا على الرسول البشر، على الشخص، على هذا المخلوق الذي اسمه محمد بن عبد الله، لا، وإنما هو خروج على قوانين الشرع والشريعة. الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله والرسول. ونحن ماذا نفعل؟ أو هذا ذو الخويصرة ماذا يفعل؟ يقول له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. وهذا خروج على الشرع لا على هذا الذي أنزل عليه الشرع. ولذلك لابد أن ننظر في هذه المسألة نظرا واضحا. عندما تفعل مثل هذه الأفعال فأنت تخرج على نصوص الشريعة لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الحكام والحكومات، أنت تخرج على نصوص الشريعة. يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال: ويحك، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فقام عمر رضي الله عنه وأراد أن يضرب رأسه بالسيف، فقال: دعه دعه، فإنه سيخرج من ضد هذا، أو من ضد هذا، أي من جنسه، ليسوا بمفنيين، ليسوا بمنتهين. لم ينتهي علي رضي الله عنه منهم في وقعة النهروان ولم يحرقهم جميعا، فقد تفلت منهم من تفلت، ليصدق وعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يأتي به من عنده، وإنما من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإنه سيخرج من جنس هذا، من ضد هذا، أي من جنسه، قوم أو أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، فهم متدينون يصلون حتى إننا لنحقر صلاتنا مع صلاتهم. ننظر إلى صلاتنا فإذ نحن مقصرون في صلاتنا، وقراءته مع وصيامه مع صيامهم. نحن نصوم مرة في العام شهر رمضان، وهم يصومون ربما أكثر بكثير من النوافل، وقراءته مع قراءتهم. كم نقرأ من القرآن، هم يقرؤون كثيرا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الدين. وعلى هذا الحديث يكفر بعض أهل العلم هؤلاء الخوارج، يجعلهم كفاراً مارقين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نوافقهم عليه، لكن الأمر خطير. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انظروا الآن إلى مصيبتنا، ولو لم تكن أيدينا في تلك الدماء، ولو عفينا من تلك الدماء. قال: مفتونة قلوبهم وقلوب من تعجبهم أفعالهم. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، أننا وإن لم تتلوث أيدينا بمثل ذلك، فإن أحببنا هذا ووافقناهم عليه وتعاطفنا معهم فيه ووافقنا عليه، قال: مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم أفعالهم. ثم حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه الله: حيثما وجدتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلكم أحدهم أجرا لمن قتله. إذن مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم أفعالهم، فمن أعجبه فعلهم فقلبه مفتون، فلينتظر عذاب الله
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا الله إن الله شديد العقاب لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم الناس جميعا فإياك أن تفتن بأفعالهم ولذلك إياك والعواطف حكامنا قد داسوا على رؤوسنا هذا صحيح حكامنا قد جلدوا ظهورنا هذا صحيح حكامنا قد أثقلوا ظهورنا بالضرائب هذا صحيح حكامنا قد فعلوا ولم يفعلوا هذا صحيح لكن الشرع لم يغفل وربنا تبارك وتعالى لم يغفل سبحانه وتعالى فهو لا تأخذه سنة ولا نوم أن يعلمنا علما نافعا في هذا الباب وأن يترك لنا هديا صحيحا واضحا نتعلق به لا بالترهات والعواطف والمشاغبات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما تركنا إلا على المحجة البيضاء تركها بيضاء نقية بيّن لنا فيها من كل شيء تبياناً وتفصيلاً لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء فأين هذا الذي ذكره الله لنا أن يا عباد الله فجروا واقتلوا ودمروا وزلزلوا وحطموا أين هذا في كتاب الله أريد أن أراه يريد أهل العلم أن يروه نريد أن نسمعه في أي كتاب في أي حديث في أي سيرة في أي شيء يوجد مثل ذلك في كتاب الله أين والنبي صلى الله عليه وسلم لا في حق المسلمين ففي حق المسلمين الذين يقتلون في الجزائر والمغرب وفي العراق وفي فلسطين كما يقتل الإخوان بعضهم بعضا وكلهم تحت اسم الإسلام في حق هؤلاء الأمر واضح إن أعراضكم إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغ؟ قالوا نعم قال فاشهدوا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع هذا واضح واضح أن المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولا يحتاج إلى نقاش طالما أننا أعطيناه اسم مسلم ولو فعل المعاصي ولو فعل الكبائر ولو سرق ولو زنى رغم أنف أبي ذر ولو قتل 99 نفسا وأكملها بالمئة كما نعلم من الحديث ولو شرب الخمر قال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك عبد الله بن حمار الصحابي رضي الله عنه قال لا تفعل يا خالد إنه يحب الله ورسوله وهو مدمن خمر قال ولو زنى ولو سرق رغم أنف أبي ذر فكيف نحن نعطيهم صكوكا بالكفر ثم نقتلهم وهل نعطي الصكوك هذه النساء والأطفال؟ هل كفر الأطفال؟ الأمر لا يحتمل مع المسلمين لا نقاش فيه مع الكفار لا يجوز مع الكفار المسالمين لا يجوز بنص الكتاب والسنة فبلها المسلمين فنحن لا نناقش هذا الأمر حتى يقتل الأطفال والنساء والكبار ومن شابههم ظلما وعدوانا النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الحرب لا في حالة السلم في حالة الحرب والحرب تأجشت وأشعلت نيرانها ويجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في تلك الحرب
والحديث في صحيح البخاري فيرسل إلى خالد رضي الله عنه ويقول قل له قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا لا تقتلن امرأة ولا أجيرا موظفا لا علاقة له بالحرب وهذا في دار الحرب ونحن نحارب الكفار ونجالدهم بالسيوف وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رأس جيش أسامة يقول أيها الناس قفوا أعظكم عشرا فاستمعوا إليهن واسمعوهن واعملوا بهن قال لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تخونوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة وإنكم ستمرون على أقوام قد فرغوا أنفسهم للعبادة فذروهم وما فرغوا أنفسهم له وإنكم ستمرون على أقوام يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها المرة بعد المرة فاذكروا اسم الله عليها في حالة الحرب في حرب هوازن في حرب في غزوة حنين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أصاب خير ظهر وقد استحر القتل في المشركين في الكرة بعد الفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم قتلوا الولدان وهم أبناء المشركين ما بال قوم أين عقولهم ما بال أقوام ما بال قوم جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية فقال رجل يا رسول الله إنهم أبناء المشركين والحديث صحيح رواه النسائي في الكبرى ورواه أحمد كذلك وجمع من أهل الحديث وصححه الشيخ الألباني وغيره قالوا يا رسول الله وقال رجل يا رسول الله إنهم أبناء المشركين قال ألا لا تقتلوا ذرية ألا لا تقتلوا ذرية ألا لا تقتلوا ذرية ألا إن خياركم أبناء المشركين كل نسمة تولد على الفطرة ألا إن خياركم أبناء المشركين ذرية كل نسمة تولد على الفطرة حتى يهب عنها لسانها فأبواها يهودانها أو يمجسانها أو ينصرانها في حالة الحرب فإن كان هذا في حق الكفار في حالة الحرب من المسالمين الذين لا علاقة لهم بناقة ولا بجمل فكيف بالمسلم الذي قال صلى الله عليه وسلم عنه لزوال الدنيا عند الله لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل رجل مسلم من قتل إنسان واحد أن تزول الدنيا بأسرها لا الكعبة أن تزول الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل رجل لا يجوز قتل المشركين وقتل أبنائهم في حالة العهد والتعاهد معهم والأمان كما قال صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دينه فقتله فأنا بريء منه ولو كان المقتول كافرا والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره من أمن رجلا على دينه على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا في حالة الأمان من قتل معاهدا كما يفعل بعض إخواننا هداهم الله في بلاد المسلمين قتلوا حتى المسلمين من الأجانب لأنهم يحملون جواز سفر أعوذ بالله أين عقولكم أين تذهبون بهذه الدماء أين تذهبون بها سنعلم الآن
سنعلم الآن حرمة ذلك، وأين سيذهب هذا الذي قتل؟ أين سيذهب؟ أين يذهب من الله؟ أين المفر؟ لا مفر، كلا لا وزر، كلا لا وزر. أين ستذهب؟ ماذا سيفعل الله بك؟ قال: من قتل معاهدا كافرا نصرانيا يهوديا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد على من مسيرة 70 خريفا. من قتل مسلما، من قتل معاهدا، فما بالنا بقتل المسلمين كما حدث في الجزائر وفي المغرب وكما يحدث في فلسطين وفي العراق وفي غيرها. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد على من مسيرة 70 خريفا. انظروا إلى عظم هذا الجرم، انظروا إلى عظم هذا الجرم. والله سبحانه وتعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل مسلما، من قتل مؤمنا، من قتل نفسا، نفسا نكرة كل الأنفس، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يحمل ابن آدم ذنب، يحمل ابن آدم الأول الذي قتل أخاه وزر كل مقتلة في هذه الدنيا حتى تقوم الساعة. كيف سيأتي هذا يوم القيامة؟ كيف سيأتي؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. تقدم بارك الله فيكم فإخوانكم في الشارع الإمام، تقدم بارك الله فيكم، تقدم خلاصكم، تقدم ما تستطيعون، تقدم بارك الله فيكم. اجعلوا هذه المسافة دائما خالية حتى يدخل الناس. صار هناك متسع، تقدم بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، تحدثنا عن عدم جواز قتل غير المسلمين في حالة العهد وفي حالة الحرب إن كانوا من المسالمين، ونتحدث الآن عن حرمة المسلم. إن كان غير المسلم هكذا فكيف بالمسلم؟ فكيف يقتل إخواننا؟ كانوا عصاة، كانوا كلنا عصاة، كما قال المسيح عليه السلام: من كان منكم بغير خطيئة فليرمني بحجر، فليرمني بحجر. لا تنظر إلى الناس وكأنك رب، انظر إليهم وكأنك عبد تخطئ وتفحش في الكلام وتسرق وتكذب وتسني وترتاب وتنم وتشاهد المفسقيون وتفعل كل شيء. فلماذا أنت عند نفسك مسلم ومؤمن، وإن قام غيرك بذنب ومعصية كبرت أو صغرت كفرته وجعلته مباح الدم؟ لماذا؟ لماذا الوزن بميزانين؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لماذا تزن بميزانين؟ لماذا تزن بميزانين؟ لماذا؟ أنت أيضا مذنب، وأنت أيضا بشر، وأنت أيضا يطبق عليك كما يطبق عليه كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن لا بد أن نتفهم هذا الأمر. حرمة المسلم عند الله عظيمة، تبدأ من تحريم إيذائه جارا قريبا، من قطع رحمه، من قطع صلته، من المشاجرة بينه وبينه. لا يحل لمسلم أن يهجر، لا يحل، يحرم على مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي من هجر أخاه سنة كأنما ذبحه، كما ورد في الحديث: هجر أخيك سنة أو أخاك سنة كذبحه كنحره، كما ورد في الحديث. ابتداء من الهجر بسيط، ثم سبه، ثم إيذاؤه، ثم سبه.
شباب المسلم فسوق، أن تسبه فسوق، وقتاله كفر، قتاله كفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الذي رواه أبو بكر، رواه أبو بكر رضي الله عنه، قال واضحا، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولذلك لو أكملنا الحديث، لو هذا الحديث الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه وروى غيره من الأحاديث، لو أن أهل السماوات والأرض، لا أنت وحدك، لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على مسلم فقتلوه لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار يوم القيامة. أهل السماوات والأرض لو اجتمعوا على قتل مسلم واحد لكبهم الله جميعا في النار. قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض وقتاله كفر، كفر. فلا يجوز قتل المسلم بحال. ينظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى الكعبة ويقول: يا كعبة، ما أعظمك، ما أعظم حرمتك، ما أعظمك، ما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم عند الله أعظم منك. حرمة المسلم عند الله أعظم منك أيتها الكعبة العظيمة. لا يجوز بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدخل المسجد يريد الصلاة، لا يريد القتل والقتال، يريد الصلاة، ومعه نصال سهام قد بدت، قال: أمسك عنا نصالك لا تؤذي بها أحدا من المسلمين، وهو داخل للصلاة، أمسك عنا نصالك لا تؤذي أحدا من المسلمين. ونهى أن يشير المرء إلى أخيه بالسلاح لمجرد الإشارة، قال: لا يشيرن أو لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده أو ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. مجرد الإشارة. نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلمين، قال: القاتل والمقتول في النار. ولذلك الحديث في هذا الباب يحتاج إلى خطب وجمع وسلاسل، لكنني أكتفي بهذا القدر وأقرأ عليكم حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليزداد إيماننا به صلى الله عليه وسلم. فكما أنه لم يغفل عن طريقة الحل التي تخرج المسلمين من مصائبهم ومصاعبهم وهلكتهم إلى الانتصار والعز، كذلك لم يغفل أن يخبرنا أنه لا يجوز لنا أن نفعل الغوغاء هذه، وأن نخرج على حكامنا، وأن نخرج على حكوماتنا مع فسادها ومع ما فيها. بل لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: سيكون من بعد أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن برئ فقد سلم، فمن برئ فقد سلم، ومن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وبايع، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ هؤلاء الصحابة إيمانهم أعلى الإيمان. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وأحاديث، بل يختصر هذا الكلام حديث قتادة رضي الله عنه في كلمتين، حتى نعرف أننا المسؤولون عما يحدث في بلادنا، لا حكامنا، لا حكوماتنا. فالحكام والحكومات دود الخل منه وفيه، دود الخل منه وفيه. هذا الحاكم عربي مسلم، باكستاني مسلم، هندي مسلم، فارسي مسلم، منا وفينا، لم يأتي من القمر، ولا جنسيته مختلفة عن جنسياتنا، بل هو منا وفينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما
بأنفسهم لا أنفسهم. حديث واحد. قال: قالت بنو إسرائيل لموسى: قل لربك يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، نحن لم نرك ولم نتكلم معك، أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف نعرف رضاك من سخطك أو من غضبك؟ قال: إن رضيت عليكم وليت عليكم خياركم، إن رضيت عليكم وليت عليكم خياركم، وإن سخطت عليكم وليت عليكم شراركم. هذه الخلاصة، حديث كالشمس في رابعة النهار، لا يحتاج إلى دوران ولف وتأول وكذب، واضح كالشمس في رابعة النهار. أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لذلك كان هذا الغوغاء، هذه الغوغاء، وكان هذا الشغب من قبيل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أولئك الذين نحقر صلاتنا مع صلاتهم وقراءتنا مع قراءتهم وصيامنا مع صيامهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، وفي رواية ابن محيص: ويشهد الله على ما في قلبه. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام. الله يبغض من الرجال ألد الخصم، يبغض ألد الخصم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. العزة، الأمور القلبية التي تحدثنا عنها والعواطف، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على المحجة البيضاء، وأن يجعلنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هدي أصحابه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا حفظ القرآن وتلاوته وفهمه آناء الليل وآناء النهار، أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن ينفع وعلى منه بما علمنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عيوبنا وعوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهدهم إلى الطريق القويم المستقيم يا رب العالمين. اللهم اهدهم إلى الحق، اللهم باعد بينهم وبين التطرف والغلو في دينك، واجعلنا واجعلهم أمة وسطا على هدي رسولك وهدي أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا وسلموا وباركوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على أشرف الخلق أجمعين، على سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر.